يا مصباح الهدى شلون انطفى المصباح قنادي لك علت بالطف بروج رماح يا مصباح الهدى شلون انطفى المصباح قنادي لك علت بالطف بروج رماح توسد الصعيد وخنصرك مبتوح وتيجانك على بروج الرماح تنور. أهلا بكم من جديد، ورح ندخل وياكم في الفقرة الأخيرة في حلقة هذا اليوم من صباح كربلاء، وهي فقرة سؤال التفاعل. وسؤال التفاعل مثل ما وضحناه في بداية الحلقة يقول: ما الصفة الأخلاقية التي كسبتها من النهضة الحسينية؟ أكيد النهضة الحسينية فيها كثير، حملت كثير من القيم وحملت كثير من الأخلاق اللي حد الآن متمسكين بها إن شاء الله، وهذا كان أحد أهداف النهضة الحسينية، هي يعني تعزيز القيم والأخلاق الإسلامية الحميدة. قبل ما ندخل إياكم في قراءة التعليقات اللي وردتنا، راح ننتقل في جولة أعدها إن زميل المراسل ليث الخفاجي التقى بها مجموعة من الأشخاص وأيضا طرح عليهم هذا السؤال. خلي نتابع ليث ونتابع أيضا آراء الناس اللي التقى بيهم، فخلينا نشوف سوية. تحية طيبة مشاهدي قناة كربلاء الفضائية أينما كنتم، وهذه جولة جديدة لبرنامج صباح كربلاء. سؤال التفاعل لهذا اليوم يقول: ما هي الصفة الأخلاقية التي كسبتها من النهضة الحسينية؟ فأبقوا معنا للتعرف على تفاصيل أكثر. يقول العلماء أن المنظومة الأخلاقية لا تتجزأ، وإذا نظرنا إلى القضية الحسينية، الإمام الحسين عليه السلام عبارة عن منظومة تبث الأخلاق في كل مكان وفي كل سلوكه، وبالتالي لا أستطيع أن أحصي فقرة واحدة وأركز عليها. إذا نظرت إلى الإيثار، علم العالم الإيثار الإمام الحسين. إذا نظرت إلى قيم العدالة، الحسين الذي يقبل علي الأكبر ويقبل جون المولى. إذا أردت أن تنظر إلى الغيرة على العيال، فتجد الحسين عليه السلام يبيت تلك الليلة وهو يحمي مخيم زينب عليه السلام ويعلمها الصبر ويطبب الأطفال، وكل القيم الأخلاقية تجمعت في القضية الحسينية، كل الأخلاق الرسالية، لأن الحسين كان محمد صلى الله عليه وآله في واقعة الطف. منظومة محمد صلى الله عليه وآله جاءت إلى الناس لتقول: أنا أتيت بدين إذا أسقطته على شخص يتحول إلى إنسان نافع، إلى إنسان مؤمن، إلى إنسان مفيد، إلى 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 ملائكي، ولكنه بشري. الإمام الحسين عليه السلام جسد هذه الملائكية في واقعة الطف، وكان مثار جذب، وكان مثار إشعاع لكل القيم الأخلاقية التي تبث إلى البشر. وإحنا بعظمنا حرقوا خيمنا بيم الشريف. إجابة على سؤالك، هناك الكثير من السلوكيات التي نكتسبها من ثورة الإمام الحسين عليه السلام، إذ خرج ثائرا على الظلم وهو مصداق للثائرين والأحرار في العالم. كذلك نكتسب الصبر، حيث صبر على البلاء حبا في ذات الله واندماجا في تعاليم الإسلام. وكذلك نكتسب من الثورة الحسينية هو الغيرة على العيال، إذ هو ساقط على الأرض مضرجا بدمائه الزكية، وهنالك آلاف النبال والسهام والجروح، وعينه على عياله ويوصيهم بالستر وعدم إخراج الصوت وشق الجيوب والصياح. كذلك نستلهم من ثورة الحسين عليه السلام الأخلاق، إذ كان على المشرعة وسقى الأحصنة العفو والحيوانات بالماء لأعدائه.
كذلك نستلهم من ثورة الإمام الحسين الكثير من الأخلاق والصفات الحميدة التي أثرت بنا شخصيا وبالشباب، وننقلها لشبابنا لإصلاح المجتمع بما يحب الله ويرضى. يم الشريعة طايح لواكم. الصفة الإخلاقية التي نتعلمها من قضية الإمام الحسين عليه السلام ومن ثورته الرائعة هي الإيثار، فقد آثر الإمام الحسين عليه السلام وأهل بيته وضحى بهم جميعا من كبيرهم حتى صغيرهم حتى الطفل الرضيع من أجل استمرار دين الله عز وجل، ومن أجل استمرار رسالة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، حتى إنه ضحى بأن تسبى نساءه. فقد قيل لأحد الأئمة المعصومين عليهم السلام: أنتم تقولون أن كرامتنا من الله الشهادة، القتل لنا عادة وكرامتنا من الله الشهادة، فلماذا تكثرون من البكاء على الإمام الحسين عليه السلام وعلى مصيبته؟ فقال لهم: أن كرامتنا من الله الشهادة والقتل لنا عادة، لكن سبي النساء ليس عادة لنا. فالإمام الحسين عليه السلام آثر بنفسه وآثر حتى بأن تسبى نسائه من أجل دين الله عز وجل. هذه الصفة هي التي اكتسبتها ومن قضية الإمام الحسين عليه السلام. يشقف همتني هذا علمنا حرقوا خيمنا. إلى هنا نصل إلى ختام هذه الجولة، فتقبلوا تحياتي، أنا محدثكم ليث الخفاجي، وهذه عودة إلى الزميلات في الاستوديو. حياكم الله مشاهدينا الكرام، وشكرا لليث الخفاجي على هذه الجولة اللي من خلالها تعرفنا على آراء الموالين للإمام الحسين عليه السلام، وكيف اليوم أصبحت ثورة الإمام الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام هي ثورة خالدة، ومنها نتعلم كثير من الدروس والعبر اللي تفيدنا اليوم في حياتنا اليومية حتى ينهض مجتمعنا ويكون مجتمع قوي ومجتمع متماسك. بالإضافة إلى ذلك مشاهدينا الكرام، وردت إن كثير من التعليقات اللي أنارت الصفحة الرسمية لقناة كربلاء الفضائية. حسين الكربلائي يقول: للنهضة الحسينية أبعاد عظيمة وكبيرة على الكون بأسره، منها الأخلاق الحسنة وكذلك الصبر، ويبعث تحياته إلى قناة كربلاء. خادمة الحسين: السلام عليكم. وعليك السلام. مأجورين للنهضة الحسينية أبعاد عظيمة وكبيرة على الكون بأسره، لا بد وإنها تؤثر على من يتذكرها وتلقي بظلالها على الشخص ومن ثم المجتمع. نهضة الفكر والقيام ورفض كل سيء في الحياة. الإنسان السوي يحب ما أراد الله له من كرامة ويعيش بعز وأخلاق سامية. ولكن الإمام الحسين وشخص الحسين ليس فقط تمنى، بل طبقها على أرض الواقع وجاهد الطغاة بالقلة القليلة لما رأى أن الدين أصبح على المحك وأن اندثاره. وهذا يعطينا الصبر والثبات والأمر بالمعروف النهي عن المنكر، كما كان الإمام الحسين يفعل قبل الثورة. الحسين جعل آخر وضع المواجهة وأرغم على القتال وقال: لا أحب أن أبدأ هم بقتال الحسين، قتال الإمام الحسين. والإمام الحسين شخصية رصينة يحب الألفة، فكلنا حسينيون نحب السلام ونحب أن يبقى الدين الحنيف كما هو عليه. طبعا تعليق طويل وجميل جدا، نسأل الله تعالى أن يجعله في ميزان حسناتك يا أختنا خادمة الحسين. بلي. أدنى محمد أبو حيدر الإماري يشارك بالصلاة على محمد وآل محمد. وأيضا أدنى تعليق من الأخت أم علي تقول: الصبر هذه الصفة ماثلة في ملحمة الطف، عاقبة الأمر آلت إلى البيت النبوي الشريف، وإن لا الإمام الحسين عليه السلام دكت عرش الطاغية يزيد. عندنا أيضا زمان أياد تذكر: السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين عليه السلام. نعم.
وأيضا عندنا تعليق آخر من سوني يمكن. السلام عليك يا مولاي يا أبا عبد الله الحسين وعلى أخيك أبي الفضل العباس عليه السلام. نعم. أيضا عندنا تعليق من أبو محمد العراقي، علينا أن نتأثر بمكارم وأخلاق أهل بيت رسول الله محمد صلى الله عليه وآله بيته الأطهار من مقارعة الظلم والإجهاد والالتزام. عندما توجه الإمام الحسين عليه السلام من المدينة المنورة إلى كربلاء المقدسة وذلك لرفضه مبايعة يزيد الفاسق اللعين، واستشهد الحسين عليه السلام هو وأصحابه، وبقى الحسين شهيدا مزارا للناس جميعا من دون العالم، وبقيت قبته تعانق السماء. أما يزيد اللعين وجيشه بقيت قبورهم مزابل لحد هذا اليوم. أحسنتم والله يبارك بكم. عاشق الحسين يبعث تحياته لقناة كربلاء الفضائية ويقول تعلمت العفة والشرف والصبر على تحمل الآخرين. نعم. إذن النهضة الحسينية جاءت بالكثير من القيم الأخلاقية الفاضلة، نذكر بها الصبر، ونذكر بها مثل ما نقول إحنا سنمر بظروف في حياتنا، في ضغوطات، لما نريد أنه نقف حائرين مثلا شنو راح نسوي؟ تصيبنا الحيرة، إحنا بشر، فشو نسوي؟ مباشرة نرجع إلى سيرة أهل البيت عليهم السلام وأبرز الأئمة سلام الله عليهم اللي هم كلهم منار ينيرون لنا حياتنا وينيرون لنا طريقنا، هو الإمام الحسين عليه السلام باعتباره صاحب المصيبة الكبرى. مباشرة نستلهم من عنده الدروس، نستلهم منه العبر، اللي يأخذ اللي يحتاج الصبر يستنجد بصبر الإمام الحسين عليه السلام وصبر السيدة زينب، كذلك سعة البال، صحيح. الرحمة، صح. كثير كثير من القيم من الأخلاقية اللي نأخذ اليوم، يعني عندما درسوا النهضة الحسينية الخالدة وعرفوا وأبعادها ومعطياتها كثير من الناس تغيروا، جاز هم كان عندهم صفة غير محببة في المجتمع، لكن عندما شاهدوا ثبات الإمام الحسين عليه السلام وصبره على تحمل الأذى جائز غيروا هذه الصفة واستبدلوها بصفة محببة اكتسبوها من الإمام الحسين عليه السلام. يعني مثل ما تفضلتي حضرتك اليوم، مو فقط الإمام الحسين نستلهم منه هذه الدروس والعبر، كل أصحابه وأهل بيته كلهم لهم مواقف مشرفة، بالضبط. كل واحد منهم كلهم شاركوا بالنهضة الحسينية، نعم، نتعلم منه فتصفة الإيمان بالله، نعم، الانقطاع إلى الله سبحانه وتعالى، الوفاء بالعهد، وهذا الشيء يعني من سيدنا ومولانا أبي الفضل العباس عليه السلام، كيف آثر بنفسه في سبيل نصرة أخيها الإمام الحسين عليه السلام. هذا الشيء إذا أردناه اليوم أن نحقق الأخوة الصحيحة في مجتمعنا، نتعلم من سيدنا العباس ماذا فعل وماذا ضحى من أجل الإمام الحسين عليه السلام. السيدة زينب عليه السلام كيف كانت رمزا للبطولة والشجاعة، اليوم احنا كنساء نتعلم ونقتبس منها الكثير من الأشياء الجيدة، اليوم تجعل من شخصيتنا قوية وشخصية عظيمة في هذا المجتمع. بلي. إذا ختام للدروس اللي نأخذها من النهضة الحسينية هو أنه القوة، صح، قوة الشخصية، وقوة الشخصية ما تجي عن فراغ، تحتاج إلى تدريب، تحتاج إلى تطوير لشخصيتك حتى تقدر تمتلك قوة الشخصية، وأهمها هو طلب العلم والمعرفة، ضروري أنه جدا أنه أنور نفسي بالمعلومات بجميع أنواع المعرفة، بحيث أنه أنا أقدر أدافع عن نفسي، أدافع عن ديني، عن عقيدتي. إذا أنا كان ما عندي أجوبة للأسئلة اللي تنطرح إلي، فشن راح أقدر أنا أدافع عن نفسي وأكون قوية الشخصية. أحسنتي. بهذا الحديث عن النهضة الحسينية مشاهدينا نكون وصلنا وياكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم، والختام مع إسراء إن شاء الله. الله يبارك فيك. إذن مشاهدينا الكرام، نسأل الله تعالى التوفيق للجميع وأن ننال الأجر والثواب، وعندما نرفع شعار لبيك يا حسين يجب أن نعرف ماذا يريد الإمام الحسين منا. أكيد يريد اليوم أن نغير كل طباعنا الغير مرغوبة في المجتمع ونستبدلها بطباع
تعكس هذه الطباع على مجتمعنا ويصبح مجتمعنا مجتمع قوي، وإحنا في حاجة شديدة وحاجة قوية جدا أن يكون اليوم شبابنا وشاباتنا وكل فئات المجتمع يمتلكون ولو الشيء القليل من شخصية الإمام الحسين عليه السلام وأهل بيته وأصحابه. إذن مشاهدينا الكرام نقول قتلونا بقتل الحسين ولكن قتلناهم بعشق الحسين.